يا عمري حماك الله يا الأمة الصحيحة، أنا بفضي بسدي لك يبيحة، عيالك ما تنام الليل ساعة، وحنا ما نشوفك مستريحة، نشوف إنه تحداك البلاوي، عليك قلوبنا تنزف جريحة، عيالك تنتظر بس الأوامر، إن الوالد أبو كلمة صحيحة، إلى منه ومر جابر حضرنا، ولو نذبح كما ذبح الذبيحة، أبونا جابر للشعب كله، ولما انت لنا أم مليحة، علينا يمنا حق وواجب، وأنت الشر ملزوم النزيحة، وإذا ما قاموا بحقك عيالك، علينا فصلي ثوب الفضيحة، جزانا كان ما قمنا جزانا، يقوله من ترى كبده جريحة، الأمة اليوم تنخاكم وتشكي، من اللي بين بشره نضيحة، أنا منكم ومعكم للنشامة، عليكم ضمكم مني نصيحة، قذتنا وحضنتنا في حشاها، ولا نرضى على الأمة السميحة، عسى ملة يقوم بواج ضمه تجي دنياه في رزقه الشحيحة، وعسى من لا يقوم بواج ضمه تجي دنياه في رزقه الشحيحة، وعسى من بار ضمه ما يتهنى بدور اسبوع بعلمه تصيحه، ولو بفتح لكم بيبان صدري يطول الشرح من جم الغريحة، كفى بلي لكم مني ذكرته، حماكم ربكم عن كل طيحة. سلامتكم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأرحب بضيف هذه الحلقة من برنامجنا الشاعر الشعبي المعروف عبد الله الحبيكر. أهلا وسهلا فيك عم عبد الله، وإحنا سعداء بهذا اللقاء. يا مرحبا بكم. بداية نود أن نتكلم عن شلون كانت بدايات عبد الله الحبيكر. يعني كانت بدايتي من ناحية حياتي ولا من ناحية؟ لا طبعا بداية حياتك الأولية. حياتي الأولية كان أنا من مواليد 27 في حي المرقاب، وبعد نشيت صرت عمري تقريب 7 أو 8 سنين، دخل ودوني أهلي يسمونه الملا محمد الركب، فتميت عندها والله تقريب سنة غير سنة سنتين، بعدين صار ملا مرشد. انتقلت يعني؟ انتقلت ملا محمد الركف إلى ملا مرشد، فكملت عنده إلى ما ختمت القرآن. بعدين قبل حنا بس من ختم الواحد القرآن هذا أكبر نعمة. إذا كبر أخذت يلا ختمت القرآن؟ والله يمكن أخذت تقريبا 4 سنوات أو 5. 4 سنين. إيه أو 5 سنين. ولا عندنا كان قبل إلا من الدراسة والكتابة على قبل ما يصير. إذن كم سنة قعدت عند ملا مرشد؟ والله تقريبا جاي حلوة 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. طبعا ملا مرشد مو كان القرآن حساب وبعض ال طبعا، لكن أنا ما درست الحساب. نعم. طلعت بعد أنا والله صغير. إذا طلعت حد عشان تشتغل ولا شو؟ طلعت عمري يمكن تقريبا 16 وشوي. 16.
لأن الوالد أشوفه أنا أحس فحنا حين صغير وأحس بالوالد إنه يجيب عيشتنا شوي صعبة. فأبوي يشتغل مع الفرحان وعزيز عنده يعزونه في الجنة مع البناني. فأبنت أنا أضحط على المدرسة وروح أساعده حصل لي المكتوب أساعده. زين كنت أكبر إخوانك؟ أنا 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 وبنات ثلاث. يعني طبعاً أنت كبير أنك الأكبر تبي تتحمل المسؤولية. أنا الكبير. لا والله كان قبل عيال الأول يحس يحس بالعيشة يحس بالتعب هذا ويفكر مو الحين الحين غير الحين ما يحس. يعتمدون على هالي على هالي وإن أول واجب الحمد لله ودي مو مثل قبل. فحتى الوالد زعل علي. وقام يطبني فرحت عند ام العوده قعدت اشتغل مع البناني والله انه يشيلوا الطابوقه كان طابوق كبار يشيلوا يحطوها اثنين على سته شو اسوي اجر دزقت كثير تاخذ اجر وقتها ماكو يجيك الساعه 6 وخمس سنوات باليوم باليوم نعم كان وصلت الى ما صارت بالاحمديه كان يشتغل مع فهد الناصر الفرحان كان 9 و10 يعني زادت زادت وهم العيشة هم زادت علينا كنت عارف العيشة قبل غير إذا كنت هذا الأجر اللي تاخذه من شغلك في البنيان تساعد أهلك فيه كان أنا أبوي زعلان علي وكان أجمع عند أمي ولجت أم العودة ولجت أمي صغيرة عطتها عطتها المكسوم فأجمع شوي يعني ما قال لي ما الوالد صار أذكى مني وأحسن مني لأنه يفهم إن الحياة تطور وصعبة لكن حنا من حر ما يونس ونبي المساعدة للوالدين حسك الشيء. زين كم سنة استمرت إبراهيم في شغل البنيان؟ والله تميت معهم الله حلوة 29 وبعد تالي اشتغلنا بالمباركية هذه وخلاني انقطع عن الشغل البناني قاعد يدهن الطاري يدهن الخشب والشنطه قبل فاعلنا كوس ايام السيدين وحاس وجهي ونفطخ وجهي وصلخ وجهي تالي نحشت على عندي عن الشغل ذيك نادي طيب زين طقطق مني ها شنو هي تجاره بسيطه؟ لا والله تجاره ماكو تجاره تجاره ماكو الشغل مني عند هذا يوم عند هذا بناني بعد يوم عند هذا شوي خذ انت تشتغل بروحك يعني كيف تقطع؟ والله انا اشتغل مع الناس مع الجماعه ومع وكان قبل احنا عندنا اذا كفار الجمعه احنا نشتغل مع الفرحان وهذاك يشتغل مع البحو وهذاك يشتغل مع الراشد فاذا صار الجمعه قالوا يوم عند فلان عانية شغل عانية ماكو مرقاب بدون أجر هذا بدون أجر بس يطبخ لهم الغداء والريوق بس تالي قاموا بيته بيتي وبيت الثاني وبيت الثالث كل هذا يعني كل الناس الضعيف اللي ما يقدر يبني بيته ينبني له عانية كل عانيات الأسبوع هذا عندك الأسبوع الثاني عند الثاني الأسبوع الثالث عند فلان هذه ماشية على هذا الكوت. إذا تعتقد الحين لو واحد ما عنده بيت وقال تعال ابني لي بيت عالي احد يساعده؟ ما حد يساعده لكن الحمد لله الحين الله يخليني الحكومه ما تقصر الحين من يطلع الواحد عارف يطلع على بيت يطلع على بيت ومعاش الحمد لله والله الحمد لله والله عسى الله يطول عليه امين رب العالمين. شلون بديت تولع بالقصيد والسامري؟ والله كان القصيد والسامري ما هو ورث لحد والشعر ما هو ورث لحد لكن الانسان إذا تولع شيء الله يعطي حكمته. فحنا صغار ويروح حق الدواسر، الدواسر يطقوا فيه بالعلم هنا قصر معي. هذا العتيب وصالح العيوري العيودي وصالح العيودي هذا يجتمعون عند الدواسر كلهم كبيرهم وصغيرهم. نعم. يطقوا سامري بص معي. بغوه الجنوبيه الشرقيه ونصر العصر العرض هذا هذه بالايام العاديه ولا بالاعياد؟ هذه بالاعياد بالاعياد بالاعياد
هذه البضاعيه هذا اسبوع كامل كامل السوق كله هدوء وحر يا حمود وغني وسلاح وذي مقمع شغل عادل وماشي شو يعني توصف لنا شلون وصف ما نقدر نكمل يا حمود اليوم خلاص هونه وحتى اول حتى العرضات في العيد الحين ماكو يعني وقت كل ما يتغير علينا يتغير علينا كان فترة وقف عندنا الفن هذا السامي وذي بعدين كان يروح كان عند الرندي بعد مع الرندي جبنا يوم أبو عبد الله أبو شارع عبد الله وذي هاي فرقة حمد زينة وتالي تفرقت العالم اللي مات ولي حواجي وخمد بس كنت تتردد على هالفرق هذه هاي تردد عليها بس اللي بدي تسمع وتحفظ واسمع وحفظ شيء قليل وقلب القاعده كذا كذا وذي انا مريت في هذا فطلعنا بخيطان يعني قص الشوارع والهلالي هذه اللي سويتها على يوم شارع الهلالي اي سنه هذه؟ 57 56 او 57 او 57 او 57 هذا كان حنا المرقاب كان جيت المرقاب الصغار ومن حشين حشار حنا وجانا الشارع حول الهلالي وقفنا عندنا عيوز شايب قوي يدفون قصوا بيتهم وين يروحوا صح الحكومه ما قصرت وزعتهم على منطقه واودي بابا اخوه قال معود حمد سليمان يديك يا ويلي الله يرحمه سويت عاد انا القصيده هذه لا طلعت وهاي ولا دار ما زرديت كذا مخصوص بقيت انا بالعاير وبقى بيت اسماعيل سويت قصيده الشوارع والهلالي فرقت كل الاهالي وين جيراني وخالي طلعوهم عن فريجي المنازل هدموها والاهالي طلعوها بالقرايه نزلوها وابعدوهم عن طريقي وين راشد مع عياله اللي نشرب من دلاله شارع الهلالي شاله طلعوا حتى العويجي يا ملا شفنا العجايب طلعوا عجوز وشايب وابعدوا عنه القرايب لا صديق ولا رفيجي راح يبكي عقب بيته ليت ما طلع يا ليته كسر قلبي يوم جيته يشتكيني للصديقي جارهم ما يعرفونه لا يجي ولا يجينه لا طلع بحلق عيونه بس مع بابه يجي المهندس شين خشه قشنا الله يغشه جعله يسكن وسط عشه لا نشوفه قلت ريجي يا جماعه وعذابي يوم اشوفه عند بابي قمت عضيدي بنادي نشف لساني وريجي وين اروح وين اولي كان بيتي ما حصل لي نقدر اسكن في حولي صرت انا مثل الغريبي بيت بالخارج اذيه رايح وجاي بربيه تشتدي روحه وجيح عند عيالك ما تنيجي سلامتكم الله يسلمك يعني كانت حولي ومنطقه سعود خارج سعود الحين عاش حولي خلي يجي لهم بغى يطب البيت الكويت 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 الك
الجنب ابراهيم قلت لي سنه 57 بديتوا عقب ما طلعتوا من المرقاب بديتوا تفكرون في انشاء فرقتكم. ايوه فرقتكم طلعتوا الشيطان انتم بالنسبه لي. نعم 57 بديتوا تتجمعون، شلون تكوين الفرقه هذه؟ شلون فكرتوا؟ عقب ما طلعنا الشيطان نعم صار فضوى عقب البلد داخل صرنا فيه والشيطان توه صغير ماكو عمران ولا ذيك. وتجمعنا كلمة من الأسبوع أسبوعين 15 يوم جانا اثنين ثلاثة من الربع ها قال والله دفعوا البيت اللي بعته تبعتكم. تجمعنا قال أبو إبراهيم حنا اليوم ما عندنا أحد، حنا متعلمين على الطقطقة بالمرقاب وكان كذا وكذا واليوم ما عندنا شيء، حنا سوينا مواد فرقة. دورت بطارات ما لقيت، كان الفن هذا كان خضرة مدة يمكن حلوة 12 سنة أو 10 سنوات ماكو توقف الفن. فدورت طارات ما لقيت، انضريت أروح البصرة بديت آخذ مناخل ونخو وبطلها وبطل النخو وقطه وقص الطارة على كيف نادي واسمرها وسنعها لما سويت 26 طارة. رقمتهم طبعا رقمتهم رقمتهم انا بيجي جيت اجي طبل ما لقيت طبل وين اروح؟ دور الطبل ماكو. انضريت اروح الحدادة اسوي لي طبل تينكم درام يعني درام. كنت اسويه مشينا روحنا فيه كل ما استجه جاب لي واحد من اهل دبي طبل كبير قديم قصصته ثلاثة سويته حق العرض النجدية. والله استمرينا بجانب اول يضحك العين العالم ثاني لا صارت مشاهرة وحنا لنا تسجيل واجد ما حطوا. انجاب ابراهيم بالنسبة للفرقة انت اعتقد اول فرقة سجلت في التلفزيون؟ نعم على وقت خالد مسعود. نعم حنا اللي دشينا الفرقة اول فرقة دشينا سجلت في التلفزيون. نعم بالتلفزيون بالنسبة للعرضات العرضات والسامري والجيسي جو ابراهيم بالنسبة لكم انت لما كونتوا الفرقة هل كنتوا تطلعون لما تنعزمون في اعراس او تطقون يعني ايش كثر الفرقة ايش كثر تحسبون حق افرادها؟ انت الفرقة ايش كثر تاخذ من الناس اللي يروحون لهم؟ ذيك الساعة احنا ما حطينا الفرقة حق شيء. ايه انا اقول لك وصلت الهدف اللي احنا نبيه. ذيك الساعة احنا ما حطينا الفرقة نبي حق ربعنا وحق عيالنا مثل صاحب ما عندنا شايب من شيابنا وجاب يزوج ولده نبوا في حنا بس لا اكثر ولا اقل. ما حطينا حق لا فلوس ولا حق اي شيء وحق جمعتنا وحق انسنا. فاستعدت الارض وصارت توسعت لما صارت فرقه. والله وراحت مشت. هذا ابتداء زين في فترة بعد تأسيس الفرقة من 57 إلى يعني السبعينات لما كنت تروحون أعراس لما كبرت الفرقة وتوسعت ايش كثر تاخذون؟ والله ما ناخذ إلا الواحد مستحي يعطيكم لأن هذا يصير نسيب هذا وهذاك ماخذ بنت هذا وهاي تعرفين العالم يتشركون ما نقدر نقول حق أحد عطنا إلا هو بيجيب شيء هذا شيء ما زين لو ياكم شيء شلون تورونا على الفرقة شلون توزع؟ والله كان أنا قبل ما أوزع كان أول مجمع جا صار وقت الربيع طلعنا فيه كشتة حق البر. نعم حق البر مصارف البر مصارف الصبي مصارف أول كان أسلم ماشي نعم من جيب ويوم كثرت علينا صار العرضات ذي فيه انا ما انكر في عبد العزيز الغنام ومحمد الريش هذول اذا شافوني خسران اعطوني قطع علي قالوا ما يصير عبد الله صح اي يعني هذول انا ما انساهم. وراحت استمرت العرض وصارت لها سمعه. زين شلون كنتوا تتجمعون؟ كل اسبوع تطبون انتم في ديوانيتكم؟ احنا كل جمعه بالديوانيه نطب لصار ما عندنا شيء. الجمعة ولا ليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة. ليلة الجمعة أو ليلة الأثنين. نعم. هذا لازم يطق. سامري. إيه بس 11-12 ما نطيب. ونداري الجيران ونداري ذي لكن كلهم راضين علينا وكلهم
الديوانيه جامع عيالهم وحي كلهم عندنا عندنا ما يروحون. ابو ابراهيم ابيك تقول لي عن العرضات اول والوان العرضات، يعني العرضه البحريه والعرضه النجديه، ولا بنعرف القصيد هل هو نفس القصيد اللي ينقال في العرضه البحريه والعرضه النجديه؟ العرضات معروفه. نعم العرضه النجديه والعرضه البحريه هذه اللي عندنا احنا بالكويت. نعم والسامري يختلف. زين العرضه النجديه والعرضه البحريه معروف هذا، القصيد اللي ينقال في العرضه النجديه والعرضه البحريه يختلف ولا نفس القصيد؟ والله في بعض القصيد يختلف وفي بعض القصيد نفسه، هذا يركب على هذا وكل واحد. زين اشهر من كتب قصيد حق العرضات من هو؟ والله عندنا هنا على الكويت العرضات ماكو شوفها الا كان مرشد البزالي هاي الحين انما سنين اول انتم من تاخذون قصيدكم؟ هذا كله ناخذه من برا من السعوديه. نعم من شعر السعوديه. من شعر السعوديه. اما احنا الحين يعني ماكو انا قلت كم واحده والثاني كم واحده طلال سعيد واخوه متعب يقولون على ثلاث واربع ومطرد النهار يقولون شوي وعيال عامر والله هم يقولون عندهم لكن شيء شهري ظاهري مختص بالعرة ما شوف. وجد بالنسبة للقلطة شلون الشعر اللي ينقال بالقلطة؟ القلطة هذه شفوية. ايه اما يعني اللي يقولونها يحفظونها شعرهم يقولونها في نفس الوقت ولا يقولون شعر؟ في شعراء نعم تقولها حالا. حالا. نعم. شفوي تقولها تقول هذا مسجلة. نعم. وبعضهم لا. يحفظ حق ناس ويحفظ حق الأيام ويحفظ له. نعم يجي حق واحد معاه يقول له تروفقون على القلطة ويسوون هذا ناس حتى كودها ويسمعونها ورسبونها. نعم. عن الغلط وعن الكلام الوصف بس. نعم بالنسبة للسامري انت ذكرت ان السامري انواع، في السامري الدوسري والسامري الحوطي والسامري هذا العادي. نعم تبين لنا يعني تعطينا توضيح الفرق السامري الحوطي التسمية نسبة إلى مثل ما يقال الحوطة، يعني في نجد وفي من يقول إنها نسبة إلى شخص اسمه الحوطي، أو الدوسري طبعا نسبة إلى الدواسري، ونبي الفرق بين هذا وهذا. هذا طورهم غير وهذا طورهم غير. باللحن. باللحن. إي. وبالغنى بالغنى. هم بالغنى. شلون مثل؟ مثل الدواسري لهم طور غير الطور الحوطي، الحوطي أخف. أخف. إي. هو الدوسري لا أفضل شوي أبطأ شوي وأفضل. زين بالنسبة يعني يقال إن سامري الحريم سامري نجازي وخفيف وشذي، بس هو نفس القصيد يأخذون من نفس القصيد. نفس القصيد لكن تعرف اللحن الحرمة كان لحن الرجل وغنى الحريم كان غنى الرجال. نعم ولا السامري سامري له أطوار ولا أشكال وحنة سامرينا هم لها طور لكن السامري الصحيح السامري وفوق حجر. شلون يعني فوق حجر؟ هذا يطقونه اللي كذي حجر فوق. هذا يسكنه الله يرحمه القطعي. هذا القطعي. القطعي وربعه ويقولون صعب يعني صعب حتى في اداءه عشان يعني الواحد لازم صعب ويبي اعصاب. شلون يأدونه؟ والله يأدونه كذي شبر. والله الواحد يربط قدرته برجله ويجابل من بعد الصلاة إلى الفجر وهم طق سامري وينوعون حوطي وسامري وأشكال يعني وفنهم فن حلو ما يتعب مثل سامرينا حنا. بس هو التعب في بهالروجة هذه الروجة هذا الحين ما يسوونه ما راح قطعي وربعه ثلاثهم الأرض الله يرحمه الله يرحمه. Thank you.
زين بالنسبة لك انت قلت ان بعد ما بديت تكتب تحفظ صرت انت تكتب القصيدة شلون؟ والله انا كان اقول وخش انا صغير اخاف من الناس واستحي حقا لان سولي يقول خالي انا سامع واحد يقول لي خالي اخر من البيت من القصيدة خالي اخر البيت من هذا ما يصير لو واحد يبي يسوي شيء ما يقدر بس انا صغير سلي ما قدرت اني انا اقول اني اسوي القصيده هذه واطلعها الله يرحمه ناصر الحوطي هو اللي كتب القصيده ناصر ابراهيم الحوطي يقول عبد الله خلصان انت ليش ما تطلع قصيدك ما يقول اشاعت فيه قلت له خلي على قدي انا زين احسن قصيد انت كتبته السامري ولا القصايد الشعر العادي النبطي بالنسبه لك هو له طور هو كل له طور الحين ترى السامري يحب السامري وراعي الجوطة يحب الجوطة وراعي العرضة يحب العرضة وراعي النبط وهو القصيد الأساس وكل شيء القصيد هو النبط لا غيره إيه بس أنت كتبت النبط وكتبت القصيدة السامرية وكلها نبطية أنا كتبت الجوطة وكتبت الفرنسي وكتبت الجوسي وكتبت العرضة وكتبت السامري إذن تعطينا نموذج من السامري القصيد السامري تقولها لنا القصيدة السامرية سامرية؟ إيه تعدها لنا حد حد عد كنت تقولها تغنيها لا لا أول قصيدة قلتها أنا وأنا عمري يمكن 15 كذي أو لي اللي يقول يا عمري اللي راح بالله مع واحد ما تعرفونه توي غشيم من بالهوى داش وفر اللي دشه يتعبونه من بالهوى لا كفر ما حاش مسكين يلي ما يبونه قالوا علامك كيت مهناش مسكين يلي ما يبونه قالوا تصبر والعقل طاش والقلب بانت به طعونه زاد الولع والقلب قطاش حبيب قلبي تخبرونه ابو ثناين كنه قماش عند الطواويش ينعتونه ولا مشى بالقاع نقاش ومخضبات به تردونه هذه أول قصيدة قلتها سامرية هذه أول قصيدة وأعتقد شلتوها وايد في هو شلناها شلتوها وايد القصيدة هذه معروفة يعني هي هذه قصيدة في السامري إذا بالنسبة للفرنسي الفرنسي وايد الفرنسي أنا الصراحة يعني أخذت عفرته شلون عفرته؟ أخذت مثل ما تقول اللي يشوفني يقول لي أنت بدوي راضي مع البدو أنا ما خلّي شيء بالنسبة للقصيد القصيد وكل نوع نواته تبينا خفيف تبينا ثقيل تحفظ شيء منه؟ لا شو ما نسمع شيء يقول المملع قام يلعب المملع قام يلعب شايل فنه وجيله لا تلومونه تولع في هوا طرد البنات وين من مثلي تولع في هواهم عزتيله دوك عيني من سببهم ساهله عي التباتي وعذاب اللي تولع في هوا حبه الطويله نادي الربحين لا منه تخطى بالعباتي وعذابي منك يلي لابس برقع وشيله سبتني بني هدبهم سيد دعجن كحلاتي انت روحي وانت عقلي يا بعد كل الجديلة لا تغلى يا ظريف الطول ما عنك غناتي يا فهد خلي عديم الجنس ما نلقى مثيلة فيه عذروب الشفاية لا ضحك من جيروماتي يا فهد ما شوف غيرك يا فهد من مشتكيلة الهوى والحب يا مشكاية تحبني حياتي زين باللحن تختلف ولا بالقصيد تختلف تركيبات ابو ابراهيم؟ ما يختلف شيء لكن الطور الطور في اللحن يعني الطور بس زين بالنسبه للجيلسي يعني متى يغنونه واي وقت يغنونه؟ الجيلسي صار العرس كان قبل يوم احنا صغار كلش صغار كان نشوف اللي فيهم رجل باديه يصير صف حرير وصف رجال لكن كل هذا هذه بنت عم هذا وهذا بنت خمها كلهم يعني العبارة اسر هم يلعبون الجنسي الجنسي للرجال ساعات وساعات الحريم رجال وحريم ساعات رجال الحريم وساعات رجال رجال
مش يصير لها طور بعد هالخارج. إنما القصيدة هو واحد. لا هو واحد. ايه؟ لكن طورة يختلف. شلون؟ أنا بقول لك قصيدة. ايه؟ هي الجيسية. ولكن لها قصة. اسمعها. هذه يقول والله اللي جملة الناس راجينة. والله. يا اللي جملة الناس راجينة انك تروف بحالي يا دافع السير. يرجيك عبد حاير الدمع في عينه. وهموم قلبي زايدات على المية عقب الحبيب اللي ندي ويني ووينه. قفة وحالي عقب فرقاه مبرية منول يطبخ لي الترف بيدينه واليوم ناكل طبخ هندي وهندية ومنول اللجاني الشاوي وزينة ومزعفر ومقلط الوسط صينية واليوم ما ليده إلا جاء مسوينه عاشر بالشاي لا شفت غيرية عقب الحبيب اللي ندي ويني ووينه لا شفت غيرية كل وين راح لي من أول عقب الحديد ما أدري شقوه بسيط هاي هاي إجيس هاي على رأي سيدي بعد ما توفت صار موت أقول أول أن تطبخ لي الترك بيدينا واليوم ناكل طبخ هندي في سنة سنة الحياة هاي والله سنة الحياة. أبو إبراهيم بالنسبة لكم الحين الفرقة بعد ما يعني أول في العراس وهذه وفي مثل ما الحين الفرقة تطقون لازلت تطقون ولا لا؟ والله ما كنت رغب أحد ليه؟ لأن الفرقة كان قبل زينة وماشي على حكم الوصول وأنا اللي خسر منها فلوسها وأنا اللي دايم فيها نعم ولكن ما صارت مادة خربت خربت الفن كله لأن اللي يبون يطقون يبون أيضا مكافآت صاروا قبل ما يطلعون هالشكل قبل إذا صار وقت الفن جاء هاوي الفن في طرف صحيح أما اليوم لا شكر عطاك خلص شكر عطاك هاي الفن خربت الفن أنا أقولها صحيح أنا أقولها الحين وقبل صار ما لنزه الفن يعني تعتقد طيب هذا بالتالي الوضع هذا رح يؤثر على وجود الفرق الشعبية والفن الشعبي ما تعتقد بعد 20 سنة ما نلاقي فنانين يحافظون على السامري ولا الانجينسي ولا العرضات ولا شيء من هذا والله معقول كل شيء متوقع لكن الحكومة ما قصرت قامت باللازم اللي عليها وحيث التراث صحيح وساني في الفن وهذا في مبركة هذا شوي على قد يحفظ أحسن من قبل نعم. إذن إبراهيم انطباع ديوانك الأول اللي هو أول ديوان أي سنة طابعة 83 سنة 83 هذا الديوان هو أول ديوان انطبعته شلون جمعت القصيد اللي فيه يعني حطيت القصيد الاخوانيات مثل ما يقال بروح والمساجلات مع بروح طبعا والعاطفي بروح طبعا كل شيء انا حطيته لان ليش الغاري له طور نعم كنت بتفن خاص تحبين الفيسبوك نعم وانا احب الجلطة وهذاك يحب الفريسي وهذاك يحب النبط فهذه شكيتها ما خليت في شيء حتى الزن حاطتي والعرضة مشكلة في أبرز المساجلات اللي بينك وبين بعض الأصدقاء وما فيه يعني شيء لا طرافة ولا شوفه يعني فيه أنا وحسين أكثر جلطاتي أنا ويا حسين علي الصافي هذا حنا مسافرين وطرع عليه البيت كان يقول لي جاك البيت كنت حياك قال يا سلام الله عليكم سلة مسنونة يا رجال تبخ صولها على تالية قلت مرحبا بالشاعر اللي هابني بالحونة والحبيت رباخ في الدعوة قبل تطريها
قال هو يا الحبيت ما تبيع البكرة هالمامونة أو تبدلني بهالثمرة وتقنع فيها. والله إن ما نبيع البكرة هالمسكونة والثميرة خلها لك لا تبادل فيها. والله إن ما نبيع البكرة هالمسكونة والثميرة خلها لك لا تبادل فيها. قال عطني البكرة عطية كان عندك مونة كان ما تبقي ثمانها لا تغارب فيها. قلت لا تعالج لا تعالج يا المعالج مهنك الملعونة. قال هاللي عاش في البكرة وهو رعيها قال هو لا عاد لا مهدي ولا بايع ولا تعطونه. جعلك الله يا الحبيت ما تقشر فيها. قلت له كل شيء يا رفيجي مرخصة من دونه متعب روحي ورجلي صوبهم محفيها. قال جارك الله من طرفنا ما تجيك الخونة والمحبة لا تحسبني غشيما فيها. أنت تدري يا أبو راشد من يخف عيونه والمعاني بيني وبينك قبل خطي سلامتكم. إبراهيم من أود أن تعطينا فكرة بالنسبة لك سجلوا لك وايد أغاني لبعض المطربين هل لك متعددهم لنا؟ والله غناني عبد الله الكبالة قاب نور القمر وعوض دوخي شكواي من المسلم شكواي وعبد المحسن يمكن غناني يمكن أكثر من ثلاثة شكواي من المسلم شكواي سلام عليكم. سلام يا أخي من فقدناك. عايشة ما غنت لك شيء؟ لا والله ما غنت لي ما كتبناك. بس أعتقد أنت قلت في رأي سابق أن بالنسبة لعايشة أحسن من غنة السامري قبل لا تغني مع الفرقة الموسيقية. طبعا هو اللي جايبوها الوزارة هي اللي جايبها كانت تحط لها موسيقى موسيقى ومدري شنو هي سامري صح فتكل السامري بالوجه كامل اللي على الطيران على الطيران وتغني صوت جذاب ماكو مثلها وقاعدة سامري لها لكن من بدي احطوا لها الالحان عرفنا انها راح تخربط مسكين الله يرحمه الله يرحمه. ابو ابراهيم بالنسبه لك انت الان تحضر حق ديوانك الثاني. نعم. هل يعني نعرف بعض القصيد من الديوان الثاني؟ إيه ما في معنى الديوان الثاني جاهز جاهز ما والله جاهز نسمع منه بعض الشيء. اي شيء استني تقول والله قول لنا اللي تيسر معك اللي تيسر. قال يا حبيتر يا هل الدار واسمعوا وصية من داخل القلب قالها أخصكم أنتم ولا أخص غيركم يا أهل الكويت اللي براد ظلالها أنتم عيال اللي به المجد والثناء أم حبيبة ما ندور بدالها في أمنا ما هي رخيصة علينا اللي قبتنا وحضنت في دلالها لا والذي يسخر لنا الشمس والقمر الدار ما نرى يطقون جالها يسلم أبونا العود يسلم أبونا العود للشعب جابر وسعد ولي العهد راجع مجالها وسالم إطعام الضد راجع المعادي وكل المعول نذكر اسمه اقبالها والشعب مع جيش البلد ما يتعدى ومن جاي بيداره حشى ما ينالها ترمكم اللي غبتكم بدرها اليوم تنخاكم وانتم عيالها انتم عيال الدار عز وهيبة الى نهضتوا امكم ساح بالها لبوا طلبها وانهبوا لامكم اللي غبتكم درها من حشالها لبوا طلبها وانهضوا لامكم اللي غبتكم درها من حشالها واليوم تميتوا على غاي تلمنا حبوا كما هبت عواصف شمالها خدمة وطن للدار لبوا طلبها انتم ركون الدار وانتم رجالها لازم نقوم بخدمة الدار كلنا نلبس الباس الجيش ويا اشبالها انظر الجيش الدار بالبر والبحر وانتم عليكم داخل الحمالها حق امنا حق علينا نصونها نفدي بغال الروح كلها رواله وان كان ما قمنا ولبينا الطلب
يصيبنا مصاب غيرنا خمارها. وعندي خبر فيكم، إذا جاكم الخبر ألماتم ضام وأنتم عيالها، أنتم عيال اللي حموها بالأول الحظر وأهل البادية باكتمالها، عيالها صحن من البطن والظهر والكل لب للطلب وارتكالها. أهل الكويت اللي حموها بالأول، أهل الكويت اللي حموها عن الخطر، انشد عن التاريخ لا جاء مجالها، وارجو السموحه يا اهل الدار والعفو عن كلمه ما قلتها في مقالها. وسلامتكم. آخر شيء قصيدة تقولها لنا عشان احنا تعبناك وهي. لا ما كنت تعب. تطلع في إبراهيم. أنا حاول. هذه لها معنى وتخص بعض الشباب. نعم. مو كل الشباب، بعضهم. نعم. يقول قال من يشكي الهضيمة، وين عادتنا القديمة، ضيع الحاضر الماضي جيت الأيام الكريمة، وين راح الجيل الأول عقبهم جيل تحول، قال من شاف وتهول قلبوا ما له حشيمة، فرق هذا الجيل وذاك، الولد يمشي برضاك لا نهيته ما عصاك، يوم نيتنا سليمة قلبوا ما ضاق باله، ما سكن بيته الحالة، عايش الوية عياله، ما لبس ثوب الهزيمة، كم والد كم من والد شكالي، قال خلوني عيالي ساكن بيتي الحالي، كني عاملني جريمة، الولد لا زوجوه خاب ظن اللي رجوه، كيف ينسمى أبوه جعله الله للحريمة، بعض هذا الجيل بعض هالجيل الجديد لا عذلته ما يفيد، يمشي ما عذلته ما يفيد، يشبه الساع البريد يمشي بشوفة حريمة، ما نقول كل العيال لا حشى هذا محال، فيهم عيال رجال ما تخلى فيه شيمة، قال من وضح كلامه لا تقولون إيش علامة، ما على القايل ملامة في معانيه الحكيمة، قلت ما شافت عيوني يا جماعة سامحوني، جرح قلبي ما يهوني، قال من وقته خصيمة. وسلامتكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. وإبراهيم في نهاية هذا اللقاء نشكرك على مجيئك، ونشكرك على القصيد الحلو والسوالف الحلوة، ونقول الله يعطيك العافية ويخليك لنا، وإن شاء الله إحنا بانتظار صدور ديوانك الثاني. الله وحياك الله. الله يسلمك، وأنا أشكر هذه الفرصة الذي جمعتنا لما نعبر فيه عن البسيط، وهذا من واجبنا، وهذا بلدنا، وهذا بلدنا الحبيب لم يتخلى عنه أبدا. وحنا نشكر الوزير على هذه الفرصة. سلامتكم.
شكرا. أيها السادة، في نهاية هذا اللقاء نشكر الشاعر الشعبي المعروف عبد الله الحبيكر، وشكرا لمتابعتكم.